نعم. الأستاذ زيطوت أنا نعرفه عندي سنين. صحيح. مرحبا بك. وعندي حاجة كبيرة يعني حطيتك شو عن بيدستال. نعم. وبعد نشوف هذا الأستاذ هذا قدم أمير ديزل. نعم. أنه هل الإنسان يقدف الدولة؟ معنيش. أنه يقدف بنات الناس؟ هذه حاجة ما نتقبلهاش. وكي شفتك معاه؟ شكرا على هالسؤال. شكرا على هالسؤال. انا دائما نحب نقول حاجه، نقول ما فيش سؤال سيء او سؤال جيد، فيه اجابه جيده ولا اجابه سيئه، ولذلك نطلب الناس يطرحوا دائما اسئلتهم. المهم السؤال هو الناس يكون مؤدب كما راك انت الان ما شاء الله عليك. شوفي نختصر لك باش ما نطولوش. امير ديزات هو شاب جزائري كما جاء شباب جزائريين، عاش حياه صعبه نتيجة للظلم الموجود من الحكومة ومن النظام. ما خلينا نكمل. أنا عارف أنا جايك مانيش مبرر، أنا نفسر، أنا نشرح لك باش نعطيك فقط نحط الإطار يعني وبعد نجاوبك السؤال. وشاف الظلم وشاف الحقرة وشاف كيما شافوا كاع الناس، وبعد لقى روحه في بوطي وهارب ومن تركيا مانيش عارف وين وصل، وقيل مش عارف لا كان بالبوطي ولا راحوا لتركيا بالطيارة، ومن بعد المهم يضربوا شهر ولا أكثر باش وصل إلى أوروبا، راح حكى القصة تاعه هو. ثم بالنسبة له يريد أن يقوم بشيء لهذه البلاد، هو في قناعته يريد أن يقدم شيء. إيه يريد أن يقدم شيء لهذه البلاد. كي بدأ؟ بدأ هو الميليو اللي كان يمشي فيه، هو ميليو تاع لي جون تاع 30 32 28. هذا الميليو كي عارفه للأسف ماهوش دائما ميليو مليح، يعني لي جون هكذا مرات ممكن يحبوا الزاه ويحبوا ها، مع أن كاين حاجة ممكن الناس ما يعرفوهاش، أمير ما يشربش الخمر وما يشربش لا درو. هذه انا سمعتها منه. هاني جايك نو هاني جايك برك باش الناس تعرف، لان لا لانك طرحتي انت قضيه تتعلق بقضيه الاخلاق نتاع الشخص هذا، وتعتبري اني انا وقوفي معاه. انا عندي صور تاعو. نعم نعم موجوده عارفها، شايفها الصور. لا هو لا ينكرها، هو لا ينكرها اصلا، وانا شفت الصور باش ما ندخلش في كثير من التفاصيل. الآن السؤال المطروح هو كالتالي، هل أمير اليوم في شهر فبراير، في هذه الأيام اللي نتكلم فيها فبراير ومارس مثلا، أفضل أم حينما بدأ قبل سنتين والثلاثة؟ جاوبيني أنت على هالسؤال. المشكل ماشي بقى. لا جاوبيني على السؤال ما نقول لك. المشكل أمير عندها حكاية من واعة، هذيك الحكاية تاع طفلة خرجت تجري فوتينغ عادي دير سبور رياضة والناس تعرضت للضرب، والناس يقول لك لا ماما ما تخرجش تجري، وعلاه يعني الجزائر ملك غير الرجال وما عندناش حنا حق نخرجوا نجري، ويجي مسيو امير ديزل يقول لك احنا بلاصتنا في الكوزينة. يا اخي شوفي انا مش احنا اوكي شوفي انا ما انا انا ما انا رايي انا قلت لك بالرأي في المراه، انا رايي ان المراه بلاصتها في الكوزينه وبلاصتها ايضا شوفي كيما امير ديزل. اي خلاص راح نجاوبك، اي هذا راح نجاوبك. انا قلت لك رايي قبيل، انا عندي راي ان المراه عندها بلاصه في الكوزينه ماشي عيب، بالعكس نتحسبوا حاجه الكوزينه بلي حاجه قليله ولا ماشي حاجه قليله. اوكي ما لا ماتنا لو كما تخرج الكوزينه كيفاش حنا كنا نعيش. هذه راني جاي معليش راني جاي، انت طرحتي لي سؤال لازم نجاوب. لكن المرأة أيضا عندها تقدر تكون طبيبة، تقدر تكون مدرسة، تقدر تكون دبلوماسية، تقدر تكون رياضة، تقدر دير رياضة بطبيعة الحال. لكن حاجة واحدة ثانية لازم نقولوها في إطار احترام القيم تاع المجتمع، كاين المجتمع تعود عايشة في مجتمع عنده قيم، هذاك القيم نتاعو خلينا نهضرك القيم مليحة ولا مش مليحة هذه قصة واحدة أخرى نقدر نختلفوا عليها، بصح كاين قيم موجودة أعراف، والناس هذوك الناس يشوفوا هذيك القيم يحترموا هذيك القيم. في الغالب قيم الشعب الجزائري قيم مليحه الحقيقه، يعني لازم المراه ولا الرجل مش برك يحترموا القيم. هذا ما نقول لك انا، ذاك قلتي لي انا ما شفتش المراه هذه الفوتينغ وكذا، من حقها دير المراه الرياضه بطبيعه الحال، بطبيعه الحال من حقها دير الرياضه. يعني مش كانت في طريق تجري مش كانت لابسه اللباس من حقها. شوفي انا 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 ما نقدرش نناقش القصه بالذات. هاني جاي معليش اللي فضح بنات معليش هاني جاي كنت راح نجاوبك انا على هذه.
انا القضيه تاع المراه هذيك بدات نعرفهاش، وبالتالي ما نقدرش نحكم القصه. بصح المبدا العام هو ان المراه من حقها دير الرياضه، بل يجب ان تقوم بالرياضه. الرياضه شيء مفيد، لكن في اطار قيم مجتمع، بمعنى ما تصدمش المجتمع فقط. هذا رايي. نجيك الان الامور الاخرى، انه حط صور كانوا بنات جماعه بيناتهم، يعني ماشي حاجه. انا حاجه كي شفت يعني صورتهم، شوفي اولا احنا حتى بنات المسؤولين، انا حتى بنات المسؤولين يهموني انا ما يتحطوش صورهم. اكزاكتلي exactly. حتى بنات المسؤولين، وهذا كان رايي وقلت له وسمعوا. اما انت قضيه اللي حطهم تاع بنات الشعب اللي في الجيش، هو ما حطهمش لانهم بنات الشعب، هو حطهم لان الجيش فيه فساد عظيم، فهو كان يتكلم على فساد الجيش، ما كانش يتكلم على البنات، بالعكس كان غطى وجوههم. فهمتي؟ صح يا اخي. ما انا شفت، انا مره واحد بعث لي صوره، انا للاسف ما نتبعش كاع في الصفحات، ما عنديش الوقت. بصح مره كيما هكذا واحد فاضل ولا فاضله بعثوا لي قالوا شوف شرا امير دار وانت راك كامل. فانا اللي بعثوها لي كان الوجه مغطي، لكن مع ذلك امير الان لا ينشر اي صوره لاي امراه. هل هذا شيء جميل ام لا؟ هل احنا الواحد كيعود غلط ويرجع لطريق الصح؟ خلينا نتفقوا انه قال كان غلط، مثلا نفترض انه كان غلط، يا كان غلط، وانا اتفق معك في بعض الاشياء كان غلط، ماشي مشكله. الانسان يبدا في النضال، مره يخطئ، بصح الا يدير 90% مليح و10 خطا، ما نبقاوش في 10%، نشوفوا ثاني 90%. الان امير لا يضع صور نساء، ان شاء الله يكمل على هذا، ما يقولش كلام عيب، هذه حاجه هذه. نعم ما يقولوش مركز على العصابه، ما هوش يتكلم على اي واحد شعبي ولا شعبي، بالرغم انه ما كانش يتكلم من قبل. هل نفرح ونقولوا هذا شيء جميل لانه تطور وانتقل الى قيم المجتمع احترمه هو ثاني، ويبقى تركيزه على فساد الجماعه وفساد العصابه، ولا نبقاو نحاسبوا فيه على الماضي؟ ولا حسبنا الناس على الماضي؟ راه سيدنا عمر قبل ان يسلم كان قتل بنته، سيدنا خالد بن الوليد، تعرفي سيدنا خالد بن الوليد؟ اسمعي حسن، مانيش نكومباري انا يا ولدي، احنا ما نساويش شعره في راس سيدنا عمر ولا راس سيدنا خالد بن الوليد، هذو رجال عظماء، مانيش نكومباري. رانا نعطيك برك في اشياء، يعني سيدنا خالد بن الوليد قتل المسلمين في معركة أحد، هو اللي كسر المسلمين، كان من جهة أخرى كان كافر. بصح كي يرجع على المسلمين ولا سيف الله المسلول. أنا لا أقارن، مليح كي ذكرتيني، لا أقارن. أنا حتى لما مرة ذكرت علي لابوانت باش نفسر القصة، الناس قال قارنوا بلي لابوانت، لا أولا علي لابوانت بشر كيما أمير وشنو. لا لا هسنا نجيك، خليني نجيك حاجة. إيه سمعيني حاجة، هذه هي اسمعي قبل ما كان مجاهد علي لابوانت، انا ما نسويش شعره في راسه، وانا نقول لك حبيت نفهم حاجه، ما لازمش تقدسوا البشر ما نقدسوهمش، تقديس لله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، ما تضلوش تمدحوا فيا، هذا الرسول وما ادراك، تقديس هو لله سبحانه وتعالى. لكن سيدنا علي لابوانت رجل عظيم ومات شهيد، وحنا بالنسبة لنا هو قدوة. أنا ما قارنش أمير بس علي لابوانت، ولا أنا نقارن نفسي بعلي لابوانت، فهمتي؟ لأن المآلات، أختي هو مات شهيد، كي يموت الإنسان هذاك ثم وين تزيد القوة تاعو. لكن اللي حبيت نقول أن علي لابوانت قبل ما يولي علي لابوانت اللي نعرفوه، كان هو ثاني شوية في الأمور، يعني ما كانش ذا حاجة تاريخ. هذا سيدنا عمر كان لما كان في الجاهلية، لا تهمنا اذا كان في الاطار العام، لا اذا كان الانسان الشخصيه تاع الناس، اسمعي ما تعداش، لا ما تعداش، اسمعيني ما تعداش على حيث الشخصيه تاع الناس، تكلم على المسؤولين. انا قلت لك اذا تعدى في الماذي، اذا تعدى، يعني نقول لك اذا تعدى الان، انا نسالك الان في الاشهر الاخيره، اتحدى اي واحد يثبت ان امير دي زيد حط صور تاع نساء ولا حط، واذا حطهم انا ننتقده ونقول له هذا خطا، انا وغيري. اذا سمع ندعمه ونقفوا معاه، اذا ما سمعش احنا واش قلنا؟
قلنا يجمعنا الحق ويفرقنا الباطل. نحن مع بعضنا ما دمنا على حق. على حق. على حق. دائما اختي ديري هذا الإطار عندك، يجمعك الحق مع الناس ويفرق الباطل. ماشي يجمعك خاطرش هذيك صاحبتك، حتى كي تغلط معليش تبقى صاحبتك، صح الاخرى ما تحبيهاش حتى كي دير مليح. هذه هي مليح، دائما يجمعنا الحق ويفرقنا الباطل. مدام امير دي زيد راه يدير في اشياء تفيد الشعب الجزائري وتكشف هذه الجماعات الفاسده وراه يتحسن كل مره، سندعمه. لو كان يخرج طريق ويقلبها في اتجاه اخر هو ولا غيره، انا شخصيا نقول لا خلاص جمعنا الحق يوما وافترقنا. والشيء نفسه لو كان لا قدر الله، انا تخيلي غدوه نعمه مثلا وتلقاوني راني في الجزائر اصبحت مثلا عطاوني منصب وقبلت ونبدا ندافع على النظام هذا، نقول لكم واش ديروا لي؟ نقول لكم واش ديروا لي؟ لازم ترجموني بالحجر الا كنت مع عصابه مجرمه. اذا الانسان مادام اذا كان في الماضي يرتكب فيه اخطاء والان راه يتقدم ويدير في حوايج مليح نشجعوه، لان احنا هدفنا وشنو هو؟ هو انتشار الخير ونقص من الشر، انتشار الاخلاق ونقص من الفساد، انتشار هذا هو. فهو نشجعوه الان، امضي يا امير اكشف العصابه المجرمه، لكن لا تضع اشياء تتعلق بالنساء. انا قلت له حتى رايي هذا كان، واعتقد انه اقتنع به تماما، مع انه نقول لك حاجه، كاين فتوى هو استفتى شيخ عالم كبير قال له ما رايك، يعني استفتى عن طريق شخص واحد، قال له ما رايك في من يضع صور نساء بنات المسؤولين فاسدات وهم يفسدون بالمال نتاع الشعب؟ قال له اذا كان مؤكد انه من امال الشعب يجوز، لان مال الشعب مقدس، مال الشعب مقدس. قال له اما اذا كان مالهم الخاص فلا يجوز، اذا كان مالهم الخاص هذا حياتهم الخاصه يعني، واذا كان المال العام بنات الشعب، بنات الشعب وبنات المسؤولين ايضا. انا نعرف يقول لك استر ما صدر حاجه اللي بيسترها جماعه في فيسبوك، هما اللي بارطاجوهم ماشي تشري اولا، هما بارطاجوهم. لا طيب شوفي انا قلت لك حتى لو افترضنا باش ما نطولوش برك في هذه النقطه، حتى لو افترضنا انه انا قلت لك، انت قلتي لي انا بنات المسؤولين في الاول ما يهمونيش، قلت لك انا لا يهمني. شوف شباب يدخلوا بزاف ديال المال مع الحركه اذا امير دي زاد راه توقف عن هذوك، بالرغم انه عنده قلت لك عنده فتوى تقول من شيخ الناس لا تشك في دين هذا الشيخ، وهذا الشيخ اسمه حاكم المطيري، لان بعض الناس يقول لك وين الشيخ؟ الشيخ مسلم تاخذ الناس عليه الدين. قال له اذا كان مالهم الخاص فهذا امر يخصهم. ما معنى الفتوى؟ مانيش متذكرها بالتفصيل، لكن اذا كان مال العام، مال الامه، مال الشعب، فمال الشعب لا احد يعبث به، ومن يعبث به يجب ان يفضح مهما كان هذا الانسان. صدقيني يا اختي والله لو كان يجيبني يعبث بالمال العام او خويا يعبث بالمال العام والله لن ارحمه، لان المال العام كي نهبوه ناس راهي تموت من الجوع، ناس راهي تهر في البحر، ناس راهي علاه ناس يموتوا ما يلقاش يدير اوبيراسيون، واللي ما عندوش اللي عنده سرطان واللي مش لاقي دواء، لان المسؤولين الكبار للاسف الا من رحم ربك سرقوا اموال الشعب. شتي على الشعب، مال الشعب مهم، لكن مع ذلك أعدك بأنه أمير لن يضع أي شيء تمس الأخلاق أو تمس النساء سواء كانوا بنات مسؤولين أو غير مسؤولين. المرأة الجزائرية وغير الجزائرية، المسلمة وغير المسلمة. المرأة بالنسبة لنا خاصة في قيمنا المسلمة نعطوها قدر زيادة شوية، عندنا نعطوها قدر زيادة. واش كنا نقولوا قبيل؟ ما كرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم، هذا حديث مش تاعي انا ولا تاعك ولا تاع فلان ولا فلتان، تاع من لا ينطق عن الهوى. لو كان الناس تعرف الاسلام الحقيقي تتشبث به حقيقة، لكن للاسف مرات الناس ما يسمعوش الاسلام الحقيقي، يشوفوها في صور تاع واحد ملتحي هكذا ويكذب ولا يسرق ولا يضرب مرته ولا يضرب بنته، فيشوه الاسلام والناس ياخذوا من عنده بدل ما يروحوا للمصدر الحقيقي. تفضلي بسؤال الثالث. زيد لك النقطة في قضية تاع بلاستيك في الكوزينة، المشكل ماهاش في كانت في الإنسان هذاك اللي ضربها، ممكن أنه إنسان كان شارب خمر ولا مهلوس بالدواء. المشكل أنه هذيك المرأة راح تقدم الدعوة في عند الدرك ورئيس الدرك مسؤول الدرك حاوزها، هذه هي طامة. هذا خاطئ، رئيس الدرك خاطئ يعني، وما توبعش واحد مسأل عليه رئيس الدرك، رئيس الدرك خاطئ.
خاطئ. انا ما نعرفوش باش نحكم عليه، لكن في هذه النقطه بالذات خاطئ. كيفاه كيفاه واحد يجيك مظلوم ما تسمعش منه؟ واحد يجيك مظلوم ما تسمعش منه؟ اسمع للمظلوم مهما كان، وبحث في القصه. لا يحق لرجل ان يضرب امراه يا اخواني، يا اخواني راه حتى مرات يقول لك ان الاسلام اباح ضرب المراه وكذا، راه فيه تفاسير للموضوع هذا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب واحد صحابي قال له هكذا بالسواك، هاك قال على بطنه قال له هاك، فاعتبروها ان ربما اللي خدش كاين في ايه واضربوهن، كاين تفسير اللي انا اميل اليه ان المقصود منه هو انك تبدي انزعاجك عندما خدش كاين بعض النساء يخرجوك من عقلك، كما كاين بعض الرجال يخرجوك من عقلك. فالمقصود ان تبدي انزعاجك، وانزعاج تأديب خفيف، تأديب خفيف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الحيوان، نهى عن ضربه. الدابة لا تضرب، وكاين قصص كثيرة يعني كيفاش. بل ان العلماء، بغيت نعطيك واحد القصة. واحد المرة واحد من كبار كتاب الحديث، اعتقد انه البخاري او مسلم، المهم واحد من الكبار يبحث عن حديث يتأكد منه حديث صحيح ولا مش صحيح، كانوا يحبوا يتأكدوا. فراح قالوا له عند فلان، مشى له واحد يومين باش وصل عنده، نقولوا من قرية لقرية بعيدة. لما وصل عنده شافوا يتعامل مع دابة، اعتقد انه مع حصان ولا مع بغل حشاكم ولا حمار، فباش يعطي له باش الحمار يجي ولا الدابة تجي يقدم له في الحشيش. فسألوا قالوا راح تعطي له الحشيش ولا غير باش يجي؟ لا قال له غير باش يجيني. قال له انت لست صادق، انا ما نخش عليك الحديث، تكذب على الدابة. شفتي كيفاش كانوا يتأكدوا؟ كذب على الدابة لا يجوز، الكذب على دابة لا يجوز. شوف ايش حال تعمر الكذب اليوم في حياتنا بكل ألم. السؤال الثالث والله هذا هو. نعم سؤال ثالث. هذا تكون إنسانة وتتعلم، تكلم تعلم. نعم أنا وزيرة التعليم. أي بن غفر. نعم ما حش ندخل أنا في العمل تحت. نعم أنت تكلمت على حياتها الخاصة اللي هي ذكرينا بها. لا لا قولي لا قولي، رانا نتكلم شفافية الكاملة ورانا نتكلم مع الشعب، لازم يسمعوا الناس. شفت ارتيكل قلت بني، انا عارف واش قلت، انا عارف واش قلت، غير قولي لي نقولك صح ولا لا. قلت بني تشرب الويسكي، انا عندي هذه. قلت هذا نعم، حياتها الخاصة ما يهمنيش تشرب الويسكي، تشرب لو جابال ما يهمنيش. نعم شوفي، يكون عندك انتقاد عندها في العمل اوكي، صحيتها شخصية ما عندناش. نقول لك دونك لك حاجة أخرى تانية بالمزيد. تقب التعليم 30 سنة 20 كنا نديرو روسيكلاج، في معليش فاتر 20 سنة جبنا نديرو روسيكلاج كل عام نقعدو نعاودو سيم كتب ما تبدل والو. نعم واحد ما انتقل. نعم بن غبريت باش نقول لك أنا معاها ولا ماشي معاها، سحرت حسيت بلي بالك بلي هي مرأة وعلاش؟ كي تكملي السؤال رد عليك. كملتي. اولا بن بوزيد مش باش ما نتقدوش، بن بوزيد لو كان ترجعي لواش كان يتكتب قبل 2014 ما خلاوش فيه، والناس كانت عندهم الحق. بن بوزيد مجرم وافسد التعليم، وكما تفضلتي دمر التعليم. هذه واحده، اذا هذه برك باش نثبتوا الامر الثاني. بالنسبه لبن غبريت انا نقول عليها بنت غبريت، خاطش هذا هو الاصح، مش بن غبريت الاصح بنت. احنا عندنا بنت. هذه الفرنسيس خربوا لنا كاع في الاسماوات نتاعنا، حتى انا اسمي في تخريب، لانه بالعربيه تقراه زيتوت وبالفرنساويه زيتوت، وين راه الصح منهم؟ هو في الحقيقه هو اللي ضوعوا الفرنسي زيتوت، وحنا انا اسمي ما كانش زيتوت في الاصل، يعني عندنا لقب اخر ولقب جميل جدا لكن بدلوه لنا. المهم شوفي يا سيدتي الفاضلة، أنت راك تعيش في بريطانيا، شحال عندك هنا في بريطانيا؟ ما شاء الله، معناها راكي عارفة المجتمع البريطاني وراكي فهماته وتتقني الإنجليزية. هل سمعتي قبل 5 سنوات عن قصة أو 6 سنوات عن قصة مسؤول حزب تكيف القطار ولا لا؟ كان مسؤول الحزب، حزب الديمقراطي الليبرالي، هذا الحزب الديمقراطي الليبرالي، عارفين الحزب الليبرالي الديمقراطي، قبل 6-7 سنوات
كان مسؤول ذاك الوقت في الاتحاد الاوروبي، هو كان مسؤول كبير في الحزب، وبعد خلى المكان تاعو ماشي كيما نتاعو انا يموتوا في المنصب، قال المكان تاعو لواحد اخر. ومن بعد كان في اوروبا وكان جاي من نظن من بريكسل جاي للندن، هذا يدخن يتكيف. طبعا القطار ممنوع فيه التدخين، واش راح دار؟ شاف هكذا راح تكيف واحد الكوان هكذا تخبى ندور في التواليت ولا الله اعلم، يا اما في اليوروستار ولا كان جاي من سكوتلاند، حتى هو اصل سكوتلندي لندن وحده منهم، المهم في قطار. فطبعا هذاك اللي يمشي تاع التيكيات تاع القطار اللي يفيريفي التيكيات شم ريحه الدخان، بالنسبه ريحه الدخان شنو هذا؟ ممنوع التدخين في البلاد في القطار، شنو هذا؟ انت تعرفين التدخين كيفاش هي؟ على بالي مريض اما لا بالضبط. جبد له قال له انت تدخن؟ قال له انا يا ما كما عرفوش في الاول، جبد له هكذا كذا اسمك، كي قال له اسمك قالوا الاسم، كي قال له اسمك ضربوا الاسم يعرفوا الاسم، شاف فيه هكذا شاف فيه هكذا انت فلان صح، نورمالمون يدير له بينالتي تاع 40 باوند ولا 60 باوند، كي قال له انت فلان قال له نو الان ماشي 40 باوند كبيره. ثم سمعوا بها الناس اللي كانوا قاعدين، يبدو انه كان معهم جورناليست ولا صور القضيه، قامت القيامه ولم تقعد. كون جاء انسان عادي متكيف كان يدير له بينالتي تاع 40 باوند ولا 60 باوند، كي جاء مسؤول لا انت ماكش تسمع، انت تضع القوانين، انت الرمز، انت القدوه، انت تتكيف قارو باك، تكيف قارو باك. كيف يجوز لامراه في بلد مسلم ان تشد التعليم وتشرب الويسكي مع فرنساوي وهو الفرنساوي يخرج القصة ونحن نسكت؟ كيف وزيرة التعليم والتربية يعني العمود الفقري وتمنع الصباط يعني العمود لا لا سمعي الرجل العام سمعيني أنا هذه حياتها لا مش حياتها لازم تفرقي حياتها الخاصة كي تعود مش وزيرة كي تعود مش وزيرة انتي ذاك الآن حياتك الخاصة تشربي الويسكي ولا تشربي الماء هذا أمر يخصك انتي لأنك ماكش إنسانة عامة ما عندكش وظيفة مسؤولية الجزائر نسقسيك برك هذه حاجه واحده اخرى ثاني سياسيه مش حابه ندخل ليها نهضرها برك من الفوق. الجزائر ما فيهاش برك مسلمين، الجزائر مسلمين ولا اكراه في الدين اسمع خاطر لو واحد غصب برك لا اسمع اسمع طرحت سؤال واحد اخر نقوله باختصار اسمع هنا الاسلام راني نتكلم عليه بزوج جهات، كاين الاسلام باعتباره النمط الحضاري الانتماء الحضاري الهويه الحضاريه، نحن امازيغ عرب وقبل ذلك وبعد ذلك مسلمين صح؟ هذه اللي نتفقوا عليها صحيح ياك امازيغ عرب ومسلمين. انا نقول ماشي انا عايشه يعني ماشي انا جايك انا جايك اسمعي ماشي مسلمين 99% سمعي جزائريين اسمعيني يعني ما نكذبوش على روحي اسمعين كي نقولوا مسلمين ماهوش معناها راه يطبق في الاسلام، هو مسلم هو يعتبر روحه نفسه، هناك 99.99% هذه ماشي مصادري انا يا هذه مصادر الاداره الامريكيه، المسيحيين واليهود في الجزائر لا يتجاوزون 20,000 من 42 مليون 20,000 معناها ما يوصلوش واحد في 10,000 ولا واحد في 1,000 خلينا نقول واحد في 1,000 هم أقل من واحد في 1,000 هذا المسيحيين واليهود. كاين مسلمين ملحدين ملحدين ما يامنش إيه ما يامنش دقيقة أستاذ الآن لو الأستاذ يتحدث عن الوزير السابق بن بوزيد بن بوزيد لو الاستاذ يتحدث عن بن بوزيد الوقت الحالي يعني عندنا الحق ان نلوموه لانه مش وزير مش وزير إيه؟ هذه كانت نقطه لكن باش نبقاو في هذه النقطه اذا الانتماء انا هنا نتكلم على المسلمين ماهوش بمعنى انه يطبق في الاسلام ولا ما يطبقش لا هو الانتماء الجزائر بلد مسلم انتماء انتماء العام يعني انت تشوفي الان هذول هم علمانيه وما عندهمش في الدين وكذا بصح كريسمس يحتفلوا به والعيد ما يحتفلوش به صح لانه يعني هما كريستيان سيدي كريتيا في العمق نتاعهم سيدي كريتيا رغم ان الدوله تقول انها دوله علمانيه احنا الدوله ما تقولش انها دوله علمانيه تقول الاسلام دين الدوله اولا وثانيا خلونا من الاسلام دين الدوله بعد عليه هذا نقاش واحد اخر المجتمع في العموم حتى اللي ما يصليش حتى اللي ما يصومش حتى اللي يشرب الخمر حتى اللي يشرب الويسكي حتى اللي يعتبر روحه مسلم قله يعتبر روحه مش مسلم قله صح ولا مش صح؟ صح انت كون تجي تقولي لوحده تشوفيها فاسده قاعده تقول انت ماشي مسلمه تقول لك كاه انا ماشي مسلمه مسلمه انايا مع انها راهي تفسد لان فيه فرق ما بين السلوك وما بين الالتزام بالعقيده في امرين اثنين نتكلموا عليهم
الآن المسلم الحقيقي يلتزم بالإسلام شريعة وعقيدة وسلوكا، هذا هو المسلم الحقيقي. إذا ما التزمش بهذا ككل، على الأقل يلتزم بالإسلام العام اللي يسموه هما أيضا هنا، يسموه حاجة يسموها الأوردر بيبليك. هنا ما يقدرش يجي، شوف يا رامو هنا تشوف الدنيا كاع يا أخي فيها فساد عظيم في هذه البلاد، في أماكنهم أماكن الفساد موجودة. صح، هل تجرؤ امرأة أو رجل عزكم الله أن يمشي عاري؟ ممنوع. لا ممنوع. السكر العلني، السكر العلني ممنوع. هل يشرب؟ نعم. هل هل هل, هل, هل يجوز؟ هل واحد يشرب هكذا ويبدأ يمشي بالخمر هكذا في الطريق ويمشي به؟ ممنوع. لا بصح أنا مش حابة نقول على التعليم. كل حاجة يقولوا بنغرب. أنا عندي يعني الأم تاعي أستاذة 35 سنة متقربة، كانت كي تدي ضرب تاع نص نهار قلبها يوجعها. نعم. على التلاميذ اللي يضيعوا نص نهار، يجي دوك أساتذة بثلاث شهور. نعم صحيح. الوالدة راهي مازال تعلم خلاص متقاعدة. متقاعدة الله يبارك فيها وفي وقتها ان شاء الله. كيفاش ثلاث شهور بعد يجيك لك من غبريه؟ طيب باش ما برك باش ما نتفرعوش بزاف. نو نو باش ما نتفرعوش بزاف. من 2003 من 2003 هو المدرسة الجزائرية في اضراب. صحيح. انا كنت نقرا انا سنة اولى ثانوي، ضربنا مدة ثلاث شهور عام الزلزلة، ضربنا مدة ثلاث شهور ما قريناش، يعني المشكل هذا ماشي مداش من اليوم. صحيح. اللي حبينا نرجعوا لها باش نرجعوا لها. فهذاك المسؤول اللي كنت قبيل نحكي عليه البريطاني، قامت عليه القيامة في بريطانيا، كيف يدخن سيجارة في الـ بالضبط. تشارلز كينيدي. هذه دار حاجة أجينست. نو 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 لما يكون مسؤول. شوفي برك حبيت نقول. نو كون ما خرجتش المعلومة، لو كان ما خرجتش، كون ما خرجتش، كانت في دار الله يسهل عليها، في دارك ديري ما تحبي. الشربي كولي مسؤوله ولا ماكش مسؤوله، افعلي ما تشائين. طبعا برك ما تروحيش ترتكب بجريمه تضربي زوجك ولا زوجك يضربك ولا ما ديريهاش. ها بصح في دارك لا يجوز واحد يدخل فيك، وهذا هذا مش برك من عندي، هذا قانون وهذا شرع اسلام ايضا. مره سيدنا عمر شاف ناس هكذا خابطينها في دار، طلع عليهم هكذا عرف بلي هم خابطينها، راح دخل نقز الحيط عليهم، كان امير الخو كان امير المؤمنين، دخل عليهم سكارى وكذا. طبعا مسلم سكير يطبق عليه القانون، قالوا له اسمع يا عمر يا خليفة المؤمنين، احنا ارتكبنا جريمة اللي هي الخمر في نظر الإسلام، يعني عصينا، وانت ارتكبت ثلاث جرائم متتالية، تجسست علينا والإسلام يمنع التجسس، وتصورت علينا الحياة، نقصت علينا من الفوق، وربي يقول وأتوا البيوت من أبوابها، انت جيتنا من الحيط نقصت علينا. والامر الثالث ايه نعم نسيتها، وكان وحاجه ثالثه نسيتها. نكمل هذه ونطرح السؤال. شتي شحال الاخر قالهم يا عندهم الحق، ما قدرش يعاقبهم، بالعكس هما قدروا يثبتوا له باللي انت ارتكبت اخطاء اكثر مما ارتكبنا احنا، فكانوا هما محقين، فلم يطبق عليهم اي شيء اللي هو الحكم الإسلامي في شرب الخمر في ديارهم. طارق براسك راك مسؤول. بصح قلت لك انا كيفاش عرفت، انا كيفاش عرفت ولا انت الجزائري كان في اطار عمل معاه؟ نو 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 انا كان نو مش هذه برك، انا عرفت لما تكتبت ولات قصه عامه، ولات في كتاب موجوده، كاتب فرنساوي يكتبها في كتاب، معناها ممكن تكون كذب. نو كون كان كذب وكان كانت كذب كون كذبت كان تنفي الامر وانتهى الموضوع. أنا قريت الكتاب قبل ثلاث سنوات وما قلتوش إلا بعد مرور ثلاث سنوات، معناها كنت عارف القصة كي قلتها كنت عارفها قبل سنتين ولا ثلاثة على الأقل، معناها ولات بيبليك. لون بيبليك لازم يعود عنده كومبورتمون إيريبروشابل، إيريبروشابل بمعنى أن كل شيء يقوم به الناس تحاسبوا عليه. طيب أنت أكيد تشوفي هنا يا وزيرة في الدنمارك استخدمت الكريديت كارد نتاع الحكومة لأنها كانت كانت كريت كارد بيرسونيل تاعها، قلصت بها غدا ليها وصاحبتها. الصحافة اكتشفت، شنت عليها هجوم عنيف، استقالت مع أنها كانت واحدة من أفضل الوزراء. 20 باوند تسقط عليه وزيرة. هي ما سرقتش، هي كمرأة جاية مخالفة شوية للعادات والتقاليد تاع الجزائريين. إذا لا يجوز لها أن تكون في وزارة التربية. من يكون في وزارة التربية لازم يكون مع قيم المجتمع، مع المجتمع، ما تجيبليش واحد مطورا نهائيا
وتحطوا لي على راس تاع التربيه والتعليم راكم تلعبوا لنا بالاولاد. لا هذا غير مقبول ولا اسمح به انا شخصيا، وهذا رايي اليوم وغدا والى الابد. هذا هو الهدف. اسمعي بن غبريط يا سيده يا سيده باش ما ندخلوش في الكوبياج. نهار اللي غلقوا الانترنت في البار كاين ناس زعفوا علاش تغلقوا علينا الانترنت حنا كنصوروا عليهم. سي غرام الناس ولات فيها ديبلوم تاع كوبياج تاني لازم نسيبوهم. طيب انت راكي تفرحي في عده اشياء مشاكل. نعم اسمعي. لا هي شوفي لا لا هي هلك التعليم عندها النواحي التعليم نعم عنده عدة أسباب ليس هي السبب ليس هي السبب الوحيد، لكن هي وزيرة المفروض أنها تصلح ولا تفسد. والمصروف ماشي تقول لهم الواي واي، الواي واي مليح. والصالات ممنوعة وما سمتهاش حتى الصالة، سمتها هذيك الممارسة. ممارسة كيفاه في بلد مسلم يسموا الصلاة ممارسة وتمنعين الناس باش يصلوا؟ الناس واش يصلوا؟ ممكن يزوروا يصلوا مع بعض ولا يقعدوا في كرسي. علاش تمنعيهم يا اخي؟ راكي تقولي لا امور خاصه وبريفي، خليهم. صح والواي واي لا الواي واي مليحه. اوكي راني كونتخ الواي واي بصح صلا انا نصلي فيه. طيب حنا ماكش انت، حنا نناقشوا بن غبريط. بنت غبريط راه نناقشوا في تصرفاتها هي ماكش انت. دخلت في الموضوع تاع الصالات في بلاكار. انا ما عنديش مشكل مع استاذ يصلي بصح باش تخرج لي سكارة فيها. هذيك ولا تسمعها سكارة. طيب انا اسمع راني قعدت اكثر من الوقت اللي لازم وحبيت ايه ناخذ عند الاخ سؤال ونروح. تعرف علاش؟ لاني حبيت نعطيك تقدير خاص باش تعرفي. كانت عندي اسئله إيه. وانتظرتيني انت وجيتي من مكان بعيد وكانت عندك اسئله واسئله مهمه وان شاء الله راني جاوبتك. ان شاء الله هذه الاجابات حتى الا ما قنعوكش على الاقل يخلوك تفكري فيهم. ها انت واللي لاني حسيت انك تمثلي رأي معين، وهذا الرأي مليح أنه مرة يسمع منا مباشرة. فأنت أعطيتني فرصة جميلة وأنا أشكرك على مجيئك وأشكرك على أسئلتك. بكل صدق نقولها لك، والله بكل صدق نقولها لك. فمرحبا بك. أعطيني يا أخي سؤالك الأخير ولا لازم نروح راني متأخر؟ لا 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 إن شاء الله غير تعطيك السؤال. لا تفضل. الله يبارك فيك. صوتك بشي قرب. نحن قرائم في الجزائر نقدر نعيش نفس التجربة اللي عندها ممكن في بريطانيا. عنده عندك أطياف لكن كاين قانون منشور عليه ولا واحد يتعدى. لما بدا الحراك بدا عادي الناس كلها فرحانة، لكن في الأيام الأخيرة ممكن 3 أيام 4 أيام بداوا يخرجوا بعض. يعني الناس تتكلم كلام يقول كلام الإسلاميين يقول كلام غير هذا. أنت كشخصية يعني محترمة، هل ترى أن الجزائر تسعنا كلنا يعني بأطيافنا؟ جزائر لكل الجزائريين بلا استثناء وبلا إقصاء. هاني جاي فهمت سؤال. نعم فهمت سؤال. الجزائر لكل الجزائريين بلا استثناء ولا إقصاء، بلا استثناء ولا إقصاء. الآن السؤال اللي طرحته أنت مهم جدا، بارك الله فيك. أيضا هذا مهم. الجزائريين مختلفين في الأفكار، كاين اللي علماني كاين اللي يقول أنا وطني برغم انه مرات ما يقدرش يفسر لك معنى وطني، ومرات كاين اللي يقول لك انا علماني ما عرفش معنى علماني، كاين اللي مرات يقول لك انا اسلامي بصح ما عرفش معنى اسلامي، انا ما عرفش العمق. لكن خلينا نقولوا كاين اصناف علمانيين وطنيين اسلاميين عده اصناف. وكاين المتشددين والمعتدلين داخل الاطياف. ما يحكم اي مجتمع هو الدستور. شوف علاش الناس هذه في هذه بريطانيا هنايا ما تلقاش الناس متضاربه في الطريق متقاتلة، ما عدا كي يروحوا يديروا مظاهرات ولا احتجاجات يجي اليمين المتطرف احيانا. لكن اجمالا دارك تشوف كاين لابي كاين بيس، صح ولا والو؟ اجمالا يعني ريلاتيفلي يعني. لان الناس تحترم القانون وتلتزم بالقانون ويعرفوا ان القانون يطبق على الجميع. عندما يطبق القانون على الجميع الجميع سيحترم القانون. لكن قبل ان نصل الى القانون وما هو القانون المضمون
نعم نعم. 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 شوف نعم على الذهنيه الجزائريه الناس كاع كانوا يظنوا كون يجوا الجزائريين يترتبوها يكسروها البلاد كاع صح ولا والو. قبل اسبوعين كون قلت بلي بلي الجزائريين راح يديروا هذه المظاهرات الرائعه اي بصح المظاهرات السلميه نعم اي نعم المظاهرات كانت منتظره بصح هذا الرقي في المظاهرات اي لا انت ممكن منتظرها وانايا بصح كاين الناس ما كانوش منتظرينها كانوا يظنوا الجزائريين يخرجوا يخربوا يكسروا وانا هذا ايضا رايي وراني قلته عده مرات اعتقد نعم. انت كشخص كان ولكن الاغلبيه كانوا خايفين كانوا خايفين فالان الحمد لله تشوف الذهنيه الجزائريه هي ليست ذهنيه لا فوق العالم لا افضل من ذهنيه العالم ولا اسوأ من ذهنيه العالم هي ذهنيه بشريه تتاثر بالمحيط تتاثر بالانفيرونمون بالمحيط تتاثر بالحاكم تتاثر بالجار تتاثر هذه الذهنيه كلما كان الحاكم والحاكمين عموما كلما كان راشدا معتدلا عادلا كلما كان الشعب أميل إلى أنه عادل وراشد وجيد إلى آخره كلما كان الحاكم فاسد ومفسد وظالم كلما وجدت الظلم بين الناس هذه قاعدة موجودة في كل مجتمعات موجودة في كل المجتمعات إذن فالشعب الجزائري متأثر بمن يحكمه وراه الاستعمار هذا راه عمره قريب 190 سنة 130 تاع فرنسا 132 و 57 سنة تاع بالضبط ف 190 سنة هذا الشعب عظيم نورمال مورا مكره انتهى كاع الشعب بقاءه أصلا في الوجود ومجال يطالب بالسلمية وكذا هذا شيء عظيم أنا ما أنصح به في الوقت الراهن أن الناس تضع الإيديولوجيا جانبا علماني إسلامي وطني حطوها جانبا مش هذه المشكلة الآن المشكلة الوطن راه يغرق مع هذه العصابة لو كانوا قاعدوا نضاربوا وانت برباري وانا وهذا مسلم وهذه علمانية وهذاك ليبرالي وانا وطني نضاربوا على هذه هم ينهبوا فينا وإحنا نضاربوا على أشياء هذه هذه الأشياء تأتي عندما يستقر المجتمع يرتاح الناس تكون مرتاحة شوف الناس تكون شبعانة مرتاحة لا بس يناقشوا القضايا الكبرى للأمة القضايا الكبرى للأمة يأخذ بعين الاعتبار قيم المجتمع ويوضع دستور يعبر عن الشعب الجزائري أو عن أغلبية الشعب الجزائري لكن الأغلبية لا تظلم الأقلية إذا كانت غدوة أغلبية فلتكن أغلبية مثل إسلامية وليكن ما تروحش تحقر العلمانيين ولا تقهرهم خليه أخوك يولي إلا حب يولي الإسلام روح دعي الإسلام إلا ما سمع لكش بالك أنت عندك خلل والله هو راه يشوف في خلل معين والله بالك هو عنده أفكار مليح تستفيد منها ممكن عنده فكر اقتصادي جيد ما حبيتوش نقول أنا في الموضوع هذا بالذات لازم يؤجل الخلافات الإيديولوجية والفكرية تؤجل نحن لسنا في وقتها كيعود البابور يغرق ما نبقاوش نقولوا أنت حقرتني هذاك النهار ولا البابور يغرق لازم نسلكوا روحنا ونسلكوا البابور ومن بعد نحلوا المشاكل نعم سنتجاوز هذه المرحلة وسنبني جزائر قوية بكل الجزائريين إن شاء الله بإذن الله
وسيبهر العالم بإذن الله، سيبهر العالم بإذن الله. الجزائر ستعود دولة قوية يحترمها العدو والصديق بإذن الله. علينا فقط العمل في هذه الظروف وما نختلفوش في الأشياء تاع الإيديولوجيا، ضعوها جانبا نتفقوا فيما بعد. نعم طبيعة الحال، هذه واحدة من المشاكل. بالضبط بالضبط. هذا لكن تتكلم بهذا الكلام لأنه بريطانيا سياسة بريطانيا مش من أرقى لكن من بين الأرقى. نعم شوف نعم أنا متفق معك، كلما انفتح الإنسان على العالم وأتعرف على الآخرين وعرف لغاتهم وتقاليدهم وعاداتهم كلما أصبح فكره كبير وواسع ويتقبل الآخر. إحنا رأى المشكلة غلقوا علينا في الجزائر وكي خرجنا برا. لما تسمع له الآن تصبح كسياسي عنده نضج سياسي فهمني. لكن في المقابل نحب الناس كذلك يكون عندهم نضج سياسي ونلتقي، وهذا مش تزكية لعلي بالحاج لأن الإنسان يعطي الحق. لا راني نشوف باللي راك موضوعي جدا في يعطي الحق حتى أنا أختلف معه. يعني مهدي عبد الغني ممكن رشيد نجاز قريت البرامج نختلف معهم كثير، لكن خليه يعني الشعب هو تقبل آخر. تقبل آخر شكرا. والشعب هو الفصل، وحينما يفصل الشعب نحترم جميعنا رأي الشعب. الله يبارك فيكم، يعطيك الصحة اسماء، سعدت بيك وسعدت بأسئلتك، ويبارك الله فيكم قاع خوتي، يعطيكم الصحة. شكرا لك. بارك الله فيك. صح.